شي كنفتخر عليك، مي كنت انا الاول في القسم. هادشي علاش انا غنمشي للصعيبه ومشيتي للسهله اللي غتوصلك للهدف. كيكون عندهم لون في القرايه ماشي بحال ايكونومي، شوف دابا ينوضوا لك، دابا ينوضوا لك ايكونومي في لا ما كرهتش الناس الايكونومي، الناس الايكونومي فوق نور راسنا. كتخرج الصباح كتسلم على الكارديان تدخل طايحه في بنادم، حيت تما عاوتاني ما كاينش اللي عاقل عليك، فهمتيني؟ بالنسبه للناس اللي مستعدين انهم يخلصوا دوك الاموال الطائله باش يقراوا في دوك لي زيكول، غير خصهم يضمنوا زعما راه كاين واحد لو غوتور سيغ انفيستيسمون من بعد، بحال كتنفيستي واحد الفلوس ولا ما كاينش رجع من بعد، راه سي با انتيليجون تحط فلوس. انا لو نسيتي الدبلوم ديالها سي با فالوريزي، ملي كيتحط قدام واحد الدبلوم ديال اون اوتر ايكول كوميرس، الى شي النومبر ديال ستارت اب اللي كيتكرياو في امريكان كل نهار راه بزاف. المهم انا كنبدا نقرا في امريكان ولا في ام بي لي اونغلو ساكسون، كندا امريكان يو كي حتى هي. السلام عليكم. المهم الاخوان، اولا بعدا قبل ما نبداو هاد الابيزود بغينا نقول لكم شكرا بزاف على الدعم اللي عطيتونا في الابيزود الاول، شفنا بزاف ديال لي لايك على لي ريد اللي درنا وداك الشيء، صراحه عجبنا داك الشيء بزاف وعجبنا الحال، حتى الاساتذه ديالنا اللي قراونا انا والسي امين اللي درت مع الحلقه صيفطوا لينا دي زوديو كذا تشجعونا، شكرا لكم بزاف، زعما هادشي كيفرح وكيموتيفينا باش نديرو حلقات اخرين. جوستمون دابا حنا في الحلقه الثانيه ديالنا تقريبا نفس لو تيم، غير هو غادي ندوي انا والسي سفيان معانا، غادي بريزونتي لكم راسو دابا شويه اللي داير لو ان سي جي، حيت انا كما عرفتو في البودكاست اللي فات انا داير لي كلاس بريبا لا برونش او سي اس اللي هي لا برونش ايكونوميك اللي كاينه في كلاس بريبا، وهو داير لو ان سي جي نيشان، يعني ما داش من لي كلاس بريبا. حنا نشوفو لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال لي دو، انا ندوي لكم على كلاس بريبا بحكم اني داير لانترنا، نعاود لكم على الاكسبيريونس ديالي باش اللي بغى يديرها يعرف، و لو ان سي جي حتى هي تعرفوا عليها عن طريق سفيان. هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم الحال، بقاو معنا حتى الاخر باش تستافدوا. المهم من بعد عاد باش غادي يكون نقاش على الانجينيوري مع سي امين يدوي لكم على الكلاس بريبا سيونتيفيك، وكاين سي زهير اللي غيدوي على ايكول دانجينيوري بريفي، ومن بعد نشوفوا زكريا اللي هو بارشلونيه ديال 2024. حنا كاملين 2023، زكريا 2024 هو اللي غيدوي لكم على كيفاش دار لوير. يلا باش نبداو بعدا، انا واقيلا ديجا عرفتوني وكيما مالغريس نقول لكم شكون انا، سميتي نور فرسيوي، كنقرا في كلاس بريبا، عندي 19 عام ودابا طالع السبي ان شاء الله في لابونش او سي اس. نخلي سفيان يقدم راسو. دابا شكرا. المهم سميتي سفيان العزيل، 19 عام اكطوالمون دوزيام اني في لو ان سي جي في ستاتش، اي او ميم طون شوي شيف في الفولي بروجي في انافشوس، ونقدر نقولوا اونتربرونور في لا فاز الاولى ديالو. سي تو مزيان، ولكن كما كنعرفوا السي سفيان ما قلتيش لهم انت اش من باك ديال. انا كنت باك بي سي. دابا سفيان كان باك بي سي، ويعني راكم عارفين شتي راه كيدير سالين سام نشوني، هذه الطريقه المعروفه ميدسين. علاش سفيان مشيتي لو ان سي جي؟ نقدر نبدا لك من التاسعة، كانت جات هذيك لابيريود ديال الكورونا، بديت كنتعرف عليها كل برونش شنو فيها، بي سي لاش كدي، سونس مات لاش كدي، سونس اس في تي ايكونومي حتى هي، بديت كنعرف المدارس وهادي سيتو. بحال نجذب شوية الايكونوميك، لا فينونس، غوسورس هومان، لوجيستيك، بزات لي فيليير، بحال ماشي كنقول لك القرايه ساهله فيهم، مي سون دي فيليير اللي هما تري فالوريزي ابار لانجينيوري، حيت فهمتي انا جو اون بيرسون اللي كتبغي كلشي، ما نقدرش نستقر على حاجه وحده، نقدر اليوم تعجبني سوفتوير انجينيرين، غدا يعجبني بزنس ادمنستريشن، كنبغي نجرب اي حاجه. طلعت ترونكوما ساينتيفيك، كان بامكاني ندير سونس مات، مي انا قلت علاش نختار الطريق الصعيبه باش نوصل لوبجيكتيف ديالي، حيت كانوا جوج طرقان، حيت انا كنت باغي ندير لانجينيور في ديك الساعه، كنت في لانجينيور واخا كان عندي شويه لو دوت باش ندير ايكونومي، مي كنت كنفكر في ديك الساعه لانجينيور، قلت اوكي لانجينيوري نقدر نديرها بي سي، نقدر نديرها بسونس مات، عشان نختار الطريق الصعيبه اللي هي سونس مات والتماره وهادي، ونخلي بي سي اللي قرايه سي ان بو ليجي،
كتخلي لك بزاف الوقت فين دير دي زاكتيفيتي ديالك، ما كتكونش عاطيها غير القرايه القرايه القرايه. سيت واختاريت بي سي، اختاريت سيونس اكس، مشيت سيونس اكس قريت فيها ما بكل ماشي كنفتخر عليك، مي كنت انا الاول في القسم حيت نورمال كتكون ديجا كنت في جو بونس ترون كومات، انا كنت الاول في القسم ودرت وكنت في سونس اكس انا الاول في القسم. سيت وجبت نقطة مزيانة مشيت فهمتي غادي تدريجيا لوبجيكتيف ديال سونس اكس، كنت مزيان جبت نقطة زوينة الجهاوي تاوش فيه مزيان جبت 17 89، لا 93 تبارك الله. دوماج العربية طيحتني، دوماج العربية طيحتني كنت كنجيب هادشي طيحاتك العربية هي اللي كنت استاذ كي كيقول لي ما خاش عليك انت يا ولدي انت 18 ديالك ما قالش تبارك الله وقع الجهاوي ما قالش تبارك الله ماشي مشكل فيها خير فيها. ندوزو الباك دابا يا الباك خدمت من الاول صراحه، خدمت من الاول من بديت العام حتى لاخر العام، ما كاينش هاولا فهمتي كتسيريو كتخدم كتخدم التمارين ديالك، ما كنتش هذاك لو جون ديال الدراري اللي غير كيسالي غير كيسالي قرايه غير كيسالي معسه كيمشي للدار كيدير تمارين، ما كاينش هذاك هذاك لو بروفيل هذاك ديال داك التلاميذ. مي كنت معتاد الفقرايه ماشي كنقرا ديك القرايه ديال بصح، مي الحمد لله كنت كنجيب نقاط مزيانين. الوطني بحال قلتي شويه بحال واحد لو شوك جاني فهمتي، حيت انا كنت مولف كنجي في الماط 19 18 ما كنتش كنهبط على 18. فيزيك لا ميم شوز، اس في تي هي كتمشي للباك باك 2023 صراحه كان من الاصعب لي سيسيون اللي كانوا، وانت راه عارف انت سونس مات وقال راه تعذبتي سلونا لا هذا راه المهم الباك جبت 12 فاصله شي حاجه، المهم في الوطني في الناسيونال موين جينيرال 15.67. انا لو سي جي شتني غير بزاف كش باغي دي زيكول ديال الكوميرس اخرين، ايكول ديال الكوميرس اخرين بحالاش ديسكاو زعما ديسكاو كش باغي ندير كلاس بريبا على قبل لي زيكول فرونسيز، مي كش بلي لي كلاس بريبا سي بوكو ريسكي كو انك تكون في مدرسه ستابل 5 سنين ديالك عارف كتقرا 5 سنين في واحد ليكول غتاخد الدبلوم ديالك، ماشي بحال كلاس بريبا عامين غتقراها كاين ريسك واش تجيب ليكول اللي بغيتي ولا لا. انا اختاريت لافوا الثانيه اللي هي تمشي في واحد ليكول دو كوميرس اللي كتعطي دبلوم وعارف راسك شنو غدير شنو غتكون في 5 سنين ماشي عامين وخصك تقلب من بعد. المهم تقريبا هذيك الهضره ديال قبل الباك دوينا عليها انا والسي امين، غير هو بغيت نعاود نركز على واحد القضيه هي كيفاش خدمتي دماغك هادشي علاش انا غنمشي للصعيبه ومشيتي للسهله اللي غتوصلك للهدف. هاد التفكير هذا ما بقيتيش تابع زعما غير مثلا صحابك فين مشاو ولا غير انت شنو قالوا لك الاساتذه ولا شي حاجه تبعتي داكشي اللي فكرتي فيه، وهذه حاجه مهمه باش ما كتغلطش ان شاء الله. المهم دابا ندوي على بعد الباك هذه هي اللي كتهم من هاد لا بيريود. المهم في لو ان سي جي مكرهناكش تقول لينا دابا كيفاش كتجيك لو ان سي جي في القرايه، كيفاش دابا يلا دوزتي العام الاول كيفاش دوزتي هاد العام، وقلتي لنا قبيله انت شاف دو بروجي في اناكتوس، مكرهناش تعاود لينا انت على هاد اناكتوس كيفاش دخلتي ليها وشنو درتي علاش ما بقيتيش عاطيها غير القرايه دخلتي كدير لي زاكتيفيتي عاوتاني، ومن بعد دوي لينا كاع على لي كومبيتيسيون اللي شاركتي فيهم وداكشي. نبداو اول حاجه كيفاش كتدخل لو ان سي جي باش بنادم يستافد معانا. كتدخل لو ان سي جي بواحد الكونكور سميتو تافيم، كدوز تافيم تيست دادميسيون او فورماسيون دو ماناجمنت، تا كونكور كيكون فيه غير كي سي ام بونس كيكون فيه 5 بارتي ما عرفتش لي سيكسيون صراحه بالضبط، كدوز المات كولتور جينيرال فرونسي المهم شي حاجه اخرى بحال هكا كاين ساك بارتي اونغلي لا كدوزو في اخر لا ما كاينش اونغلي لا كاين جوج خرين ما بقيتش تعقل عليهم ابخي الا تقبلتي فيك على حساب ليتابليسمون دافيكتاسيون، حيت من قبل ملي كتدفع لا دوموند ديالك باش تقرا في لو سي جي كترتب لي شوا ديالك شنو هي المدينه اللي بغيتي الاولى الثانيه الثالثه وعلى حساب لو سكور ديالك فيك تافيكتا
مثلا انا في الاول افكتاني المساجي ديال الداخله، ومن بعد جاتني اميليوراسيون دو شوا ومشيت لو مساجي ستات حيت انا جيت في ليست برينسيبال. من بعد ملي كتقرا ملي كتافكتا كتمشي تدفع الدوسي ديالك و كتكون سيمين داتيغاسيون ضروري في اي مساجي وكتبدا القرايه ديال بصح. ندوز دابا كنتسول شي قبيله كيفاش كتجيك القرايه في الام سي جي في العام الاول؟ العام الاول دابا لو ريزو ديال الام سي جي تبدل، ولات واحد لا نوفيل ريفورم، كاع لي فيليغ اللي كانوا من قبل تبدلوا ما بقاوش جداد، وهادشي غيطبق من هاد العام هذا. الا كنت غنعطيكم انفورماسيون ما صراحه ما تقدرش تكون اكزاكت 100% حيت نوفيل ريفورم دارت. ومهم نقول لكم لي ماتيير اللي كنقراو بعدا في بروميير اني في اس ان. اس ان كتقرا لي لونغ عادي، فرونسي انجلي عرب، تقرا ميكرو ايكونومي لو دغوا سوسيولوجي، ابري كتقرا ماناجمنت وكتقرا كونطابيلتي جينيرال وكتقرا جو بونس واحد لو موديول اخر ديال لا المات و انفورماتيك سيت و هادشي اللي كتقرا. كاين اربعه لي موديول، كل موديول فيه جو بونس 3 4 ماتير. كاين اللي ما يفهمش شنو هي موديول وهادي، تقدر تشرح لنا شنو هي موديول وتشرح لنا داك البروغرام ديال فاليداسيون داك الشيء باش بنادم يفهم؟ كما قلت لك لا ريفورم جديده ما بقاوش السيستيم ديال لي موديول، ولا كل ماده كتسمى موديول. مثلا داك لي ماتير اللي قلت لك من قبل ميكرو ايكونومي المات هادي ميكرو ايكونومي ولات موديول، ما بقاتش ماده في ا موديول. كان قبل كان مثلا فرونسي انجلي عرب، هادو دي ماتير داخلين فواحد لو موديول اللي سميتو لونغ اي كومونيكاس. عاوتاني مثلا كما قلت لك قبل لا ماتير ديال الدغوا و سيفيليزاسيون و الميكرو ايكونومي دي ماتير اللي كانوا داخلين في واحد الموديول سميتو انفيرونمون. المهم شي حاجه بحال هكذا انفيرون اورغانيزاسيون دي انفيرونمون جو بونس با واش صحيحه، مي المهم شي مشكل. سي تو كيما شي سيستيم دو فاليداسيون باش تفاليدي في المساجي خاصك تكون كتقرا مزيان، ماشي حيت القرايه بوغ موا كبيسي كسونس فيزيك جاتني القرايه واحد شويه ساهله، ماشي شي حاجه اللي كتقدر فهمتي، ماشي ما تحتاجش تبريباري اون ماتيير سيمانه ماكسيموم، ولا تقدر غير كاينين دي ماتيير اللي يكونوا صعاب مي اغلبيه كيكونوا ساهلين. وخا فاليداسيون خصك تجيب فوق 10، وكاينه كانت مكيناش مبقاتش كاين كل غاتراباج اكيد كدوز غاتراباج، و لو سيستيم ديال الان سي ار نو كونسيدير غاتراباج، الا ما فاليديتي شي موديول تقدر تعاودو العام الجاي. و الا مثلا في اس 1 و اس 2 الا جمعتي لا موين بيهم جوج وقسمتيها على جوج، الا كانت لا موين اقل من 9 راه كتغدو بلي العام اوتوماتيك. قلت قبيله بلي اللي ما كيجيكش زعما المواد ما كيجيوكش صعاب، واخا ما كنتيش داير ايكونومي في الباك واخا كنتي ساينتيفيك ما عمرك بغيتي داكشي، جاك داكشي ساهل. صراحه داكشي ساهل، ما تحتاجش تصعب مع راسك بزاف، بالعكس صحاب ايكونومي اللي كانوا ايكونومي في الباك يقدروا يوجدوا شويه صعوبه. واخا ديجا كانوا كيقراو كونطابيليتي وليكونومي ولوغانيزاسيون وداكشي، مي حنا كفيزيك كندخل بواحد المايند سيت ديال راه هادوك صحاب ايكونومي راه فايتينك بواحد بزاف د الحوايج، ديكو نتا خصك دير واحد لي فور لي مدوبل في 3 و 4 مرات باش يلاه تقدر تساوي معاهم. و كتعرف لا ميثودولوجي ديال الخدمه ديال الناس البي سي ماشي هي ديال الناس الايكونومي، لي سيونتيفيك كيكون عندهم داك ليسبري ديال الانليز وداكشي. كتكون عندهم لونديورونس كيكون عندهم لونفي القرايه ماشي بحال الايكونوم شوف. كيكونوا ديكو دابا ينوضوا لك
دابا ينظر لك كبيرة في ايكونومي الوقت. في ال... لا ما كنحسب الناس الايكونومي، الناس الايكونومي فوقنا راسنا، الناس كيقراو مزيان، كاينين فيهم اللي كيقرا مزيان وكاين اللي كيقرا شوية. ايكونومي بحال قلتي كيدخلهم واحد شوية ديال واحد الايجو كيدخلهم، اللي انا قاري هادشي في اس 1، مي في اس 2 ولا في اس 4 دوزيام اني وتخوزيام اني راه كتلقاهم حتى هما، ما باقي كاع ما جربش، مي كتلقاهم كيديروا ايفور في دوزيام اني وتخوزيام اني. مزيان. ودابا البروغرام ديال لو انسيجي الناس اللي ما عارفينش، زمان اللي عارف كتقرا عامين بحال تخون كومان، ومن بعد تخوزيام اني كتختار لا فيليير ديالك ياك. في لو سيستيم الجديد عامين كتكون سو فورم اني بريباراتوار بحال كلاس بريبا، كتقرا نفس لي ماتيير، وفي تخوازيام اني كتختار لا فيليير ديالك واش كوميرس ولا جيستيون. كوميرس كاينين لي فيليير اللي كيكونوا في كوميرس، كتكون ماركتينغ، ما معيش صراحة ايدي على لي نوفيل فيليير اللي داروا جداد. جيستيون لا ميم شوز، كيكونوا لي فيليير كيكونوا في جيستيون، فينونس، اوديت، اكسيرا. على حساب تخوازيام اني في الاخر ديال تخوازيام اني كتختار لا فيليير ديالك واش كوميرس ولا جيستيون. حيت دابا حنا في الكلاس بريبا كنقراو هاد العامين هادي، كنقراو فيها البروغرام ديال، دابا العام الاول كنقراو البروغرام ديال السيزيام ديال الايكونومي، والعام الثاني كنقراو البروغرام ديال الباك ديال الايكونومي. معرفتش واش نتوما نفس الحاجه، ولكن نتوما اصلا معاكم ايكونومي، يعني حيت قلتي ليا كاين شي وحدين كيقولوا هادشي ديجا قارين، واش عندكم بروغرام ديال السيزيام ولا شي بروغرام ديال الكونتينيتي ديال الايكونومي؟ لا بيرسونيلي كنسول الناس ديال الايكونومي واش قرا، واش ديجا قرا شي هاد الشيء، كيقولوا لينا وي قرينا، مي ماشي داك الشيء اللي ماشي حد صراحه. لا سيستيم ديال كيفاش كتخدم في السوبيريور ماشي هو كيفاش كتخدم في الباك. في الباك كيكون واحد لو بروف كيكون متبع واحد بحال قلت شي واحد لو بروغرام اللي خصو يتبعو دايره الوزاره باش حسب في الاخر كيكونوا حتى الدوز الوطني، دي كل بروف كيمشي لك على داك الشيء ديال اللي غدوز الوطني كيمشي معاك في الباك. هادشي بالنسبه للناس الايكونومي. لا في السوبر لو بروف كيدير بالاعتبار بلي انا لا كلاس اللي هيتيروجين، فيها الناس البي سي، فيها الناس سمارت، فيها لي ايكونوميست، كياخذ بعين الاعتبار، دوك كيمشي شويه مع اي واحد. مزيان، هادي حاجه مهمه باش بنادم ما كيمشيش عليك. ودابا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لو ان سي جي ياك، شنو كتنصحهم انهم يديروا في داك الصيف ديال مورا الباك، او مثلا شد الباك بغى يدير لو ان سي جي، واش غيدير شي بريباراسيون ديال الطافيم او لا شنو خصو يدير، ولا يقرا مثلا هو ماشي ايكونومي يقرا شويه ديال الايكونومي عادي يدخل، شنو كتنصح؟ سا ديبون دي بروفيل، واش البروفيل كتعجبو الايكونومي ولا لا. الا كنتي غتقرا الايكونومي جوست بوغ حيت ما جبتيش واحد ليكول اللي كنتي عاجبك وقلتي اوكي غندير ليكونومي غير باش نبقى هاد العام وفي العام الجاي غادي نبدل، الا كنتي سو جون دو بروفيل جو بونس با كو لو ان سي جي سي لو ميور شوا. الا كنتي فريمون انتريسي باغ ليكونومي لا فينونس ماركتينغ، كتعجبك لا كومونيكاسيون وهادي، تقدر تدخل ان سونتر دو فورماسيون. مي بيرسونيلمون ما فاش مشيت دوزت لتافيم ما دخلتش شي سونتر دو فورماسيون، بالعكس راه كنت دخلت بريباريت لانجينيوري ما بريباريتش للطافيم. وصافي والحمد لله جبت لو سي جي. كونكور ساهل ديال الطافيم، هو ساهل سو فورم دو كي سي ام، خاصك غير تعرف كيفاش، وعاوتاني الوقت حيت شاك سيكسيون كيكون عندها واحد الوقت ما خصكش ديباسي، ملي كي مثلا واحد اول سيكسيون اللي هي ميموريزاسيون، لا ميموريزاسيون كتكون عندها جو بونس 20 مينوت، ملي كتسالي 20 مينوت صافي ما عندكش الحق ترجع لها، ما عندكش الحق تكوشي شي حاجه، الا خصك دوز لا دوزيام سيكسيون. عشان لا دوزيام سيكسيون سي لا ميم شوز، خصك تخرج لا سيكسيون ديالك 20 مينوت، ومن بعد ملي كتسالي 20 مينوت كتحبس، خصك دوز لا سيكسيون اخرى. المهم غير انت ملي تمشي دوز تافهم تكون ديجا عارف شنو غيحطوا لك، ماشي تفهم ماشي بحالي انايا كنت عارف بلي راه كاين المات كاين ميموريزاسيون، المهم عرفتش لي سيكسيون شنو كاينين ومشيت دوز عندك هاد، مشيت تمشي اوكي غندوز طافي ما عارف شنو غيكون فيه، غير
راه ندوز صافي. جات هي هذيك ما جاتش، ما خصش تكون عندك التفكير هذا الصراحه. المهم احنا فهمنا دابا الناس اللي بغاو يدخلوا للانسجن وما سمعتوش خصك دير. دابا قول لينا سي سفيان، دابا كيفاش جاتك الفكره انك تدخل الكلوب؟ حنا كيما عارفين لو ان سي جي عامره بلي كلوب، وكيفاش جاتك الفكره انك تدخل الكلوب؟ وشنو هما لي بيان في ديال شي واحد يدخل الكلوب؟ واش كتنصح الناس اللي يديروا لو ان سي جي يدخلوا الكلوب؟ حنا في لو ان سي جي ستات كاين 17 كلوب، 17 كلوب ا ديفيرونت فوكاسيون. كاين كلوب اي حاجه بغيت، اي حاجه انت كتنجذب ليها راه كاينه. كاين بغيتي كره راه كاين كلوب ديال الكره. انتريسي بار لونتربرونيا هي لو تيم لو بلو اسوسي لا فورماسيون ديالنا او طون كو جيستيونير. كاينين جوج، كاين جيني وكاين اناكشوس. انا داخل في اناكشوس صافي ماتنون عام دابايا لانا في اناكشوس. كيفاش جاتني الفكره باش ندخل اناكشوس؟ المهم انا في بروميير اني داخل بواحد، كنت دخلت لو انسجي صراحه بواحد المايند سيت ديال انا لو انسجي الدبلوم ديالها سي با فالوريزي. ملي كيتحط قدام واحد الدبلوم ديال اون اوتر ايكول دو كوميرس ماشي غير الاحتكاك لو انسجي، ميم سي لو انسجي ستاسي كلاسي بارمي لي ميور ايكول دو كوميرس اللي كاينين في المغرب، ميم ملي كتحط قدام ليسكا او ولا على لو انسجي تشوكي ان كاينه 12 انسجي في المغرب. لو ريزو ديال الانسجي كبير بزاف، مازال غادي يتزاد. دوكو لو ديبلوم ماشي بوحدو هو اللي غيخليك تديكروشي هذاك لو طرافاي، هذاك لو ميتي وهذاك لا كارير اللي بغيتي. خاصك ديفلوبي لي كومبيتونس ديالك. انا قلت علاش لا ما نديفلوبيش هاد لي كومبيتونس وندخل لي كلوب. كان فيا ما ندخل، عندك الحق تدخل بزاف لي كلوب، مي انا اخترت نتفوكاليزي على كلوب واحد اللي هو كلوب ديال انتربرونيري سوسيال اللي هو اناكشوس. كاين اورغانيزاسيون مونديال كي ا فوكاسيون انتربرونيري سوسيال كتحل المشاكل الاجتماعيه اترافير دي زيدي دو بري، يقدروا يعاونوا دي ريجون اللي كاينين في المغرب كامل. مون ستان كلوب اللي كنصح اي واحد يدخل ليه الا كان مهتم بالانتربرونيري. الا كنتي مهتم بشي حاجه اخرى راه كاينين دوطر كلوب اللي تقدر تكون انتريسي بهم. كيفاش كتدخل اناكشوس؟ اناكشوس كيكون واحد في الاول ما كتدخلش ليه هكاك، واحد لابيريود خصك دوز. هاد لابيريود سميتها لو باريناج. ملي انت اوطون كو نوفيس يلاه داخل جديد بروميير اني كيكون واحد لابيريود لي جو بونس 4 سيمين ولا 3 سيمين كتسميتها بيريود دو باريناج. هاد باريناج هو فين وفين كيشوفوك لو بيرو وكاع لي مونغ ديال لو كلوب القدام، كيشوفو واش كتونجاجي معاهم. كاينه شي تيم بيلدينغ كتمشي ليها، كاينه شي اسوم لي جينيرال كتحضر ليها. المهم باش يعرفوك، باش الناس الكلوب اللي كيعرفوك بلي انت انتريسي بهذا الكلوب ويعرفو بلي انت فريمون باغي تدخل هذا الكلوب. الا كنتي كتغيب بزاف وانت مقيد معاهم بلي انا راه باغي ندخل هذا الكلوب ما كتكونش ما ça montre pas du respect le club premièrement ou ça montre que l'inter m'est intéressé ou du coup ramak tu crois la période de parrainage que 12 qui me dit 3 semaines après que 12 le recrutement que 12 ma les membres du bureau bon le bureau qui compte les présidents vice présidents etc que 12 de membres qui se voulent aussi faire la période de parrainage que tu dis ok d'archi hadarch عندي idée de projet. عاونت هنا، مشيت للنيد اسيسمنت، مشيت المهم درت شي حاجه في الباريناج. اوكي بل اليوم فيك الضو شويه راه كتقبل بنتي بلي ام موب لي سال يدخل للكلوب، درت شي واحد الساكريفيس للكلوب، هادي راه غادي يقبلوا. جينيرالمون خصك تكون غير انتريسي، تكون عندك اون ايدي دو بروجي لي كونفوزابل وراه تدخل اناكشوس. وهاد لي مونغ هادو اللي كدوز معاهم واش كيكونوا تما ايتوديون في الان سي جي ولا؟ كاع لي ايتوديون، كاع لي مونغ كيكونوا ديال اناكشوس ولا كاع لي كلوب، كاع لي مونغ كيكونوا لي كلوب كيكونوا من الان سي جي. اذا هاد القضيه انت فكرتي بدماغك، يعني هادشي علاش دخلت لي كلوب؟ قلتي انا الدبلوم ديالي ما غاديش يضيع قدام لي سكاو، خاصني نعمر فهمتي، نحط الدبلوم هنايا ونزيد نتقلو بحاجه اخرى. دونك قلتي
بهاد ليكسبيريونس ديال اناكتوس، ومن بعد واش باغي تطلع في الكراد ولا باغي تبقى شيف دو بروجي مرتاح فيه؟ حاليا انا شيف دو فولي بروجي في اناكتوس، ان شاء الله العام الجاي بوكو با نطلع البيورو ان شاء الله. سي بارمي لي زوبجيكتيف، مي ماشي لوبجيكتيف الواحد، اكيد خصك دير بزاف لي زوبجيكتيف، ما خصكش تحط البيض ديالك كيما كيقول، خصك تكون ديفيرسيفي. عاوتاني بغيت نقول واحد الحاجه اخرى اللي هي لوتو فورماسيون، ماشي غير في الصيف ما تحاولش لي ستاج هما ضروري، مي اوتون كو بروميير اني بيرسونيلمون ما مختارش ندير ستاج في ملي سيريت القرايه، قلت على نمشي ندير لوتو فورماسيون، ناخذ دي فورماسيون دي كور في ديفيرون دومين، سواء في لا فينونس سواء في الكوميرس في الماركتينغ، سواء في اي حاجه زيدون داكشي اللي غادي نتعلمو راه غادي يفعني في البروجي ديالي. المهم اختاريت هاد لافو هادي على انا ندير ستاج، مي انا كنصح بنادم اللي يكون بروميير اني حتى لا بروميير اني يركز على لوتو فورماسيون، ماشي ضروري تخليها للصيف واش بدا لوتو فورماسيون، داكشي كيبدا من البداية، من اللي تدخل تقرا حاول مينيموم دير واحد ساعة في شي دومين كتبغي، انت كتبغي اي كوميرس ماركتينغ ديجيتال، اوكي اختار شي كور ودخل ليه، كاين في يوتيوب ولا في بلاتفورم اللي كيديروا لي كور. بيرسونيلمون انا كنختار لي بلاتفورم واخا كتخلص عليهم مي كتستافد اكثر. يوتيوب سي فري يقدر يكون يقدر يعلمك مي ما يعلمكش احسن من لي بلاتفورم، انا بيرسونيلمون كنفضل لي بلاتفورم. وملي كتخلص راه داكشي بحال انفيستيسمون، راه كتانفيستي في راسك ماشي كتضيع فلوسك في والو، راه غتاخذ لا فورماسيون بعد. بارفي بارك الله عليك، عطيتينا الاوصال. دابا من غير القرايه في اليون سي جي ما كرهناش تقول لينا لا في يونيفرسيتير كيفاش كدوز، حيت بزاف دابا غيكونوا يلاه خدوا الباك ولا يلاه طالعين الباك ولا هذا ما عارفينش مثلا فاش غيمشيو لليونيفرسيتير، يقدروا يمشيو شي مدينه اخرى، كيفاش كتعيش هذيك لا في يونيفرسيتير مع الطلاب؟ واش انت كريم ما كاريش؟ حيت بزاف دابا اللي يكون مثلا في يلاه خداو الباك ولا يلاه غياخذوا الباك، فهمتيني؟ ما غيكونش عندهم غيكون عندهم التساؤل ديال انا خديت الباك كيفاش غادي نعيش كيفاش هذا، قول لي انت كيفاش كتجيري هذا الشيء كامل؟ لا في يونيفرسيتير سا ديبون كل مدينه، ماشي غير في ستاس ليكور بعيده شويه على سونت فيل، تقدر تمشي ليها سواء بطوبيس سواء بطاكسي. كاين لا سيتي يونيفرسيتير فين كاينا كاع فين كاينا لي فيستي ولا ان سي جي وكاع لا فاك، كاينا حداهم سيتي يونيفرسيتير. بنادم كيسكن فيها تماك، مي جينيرالمون كيعطيو الناس اللي كيسكن بعيد، الناس د كازا ولا الرباط ولا المهم المدن اللي كاينين قراب 16، ما كيعطيوش بزاف، ما عندهمش الحق، ماشي ما عندهمش الحق، مي يسون با فافوريزي قدام الناس بعاد جاي من منطقة أخرى. كل سوا تختار الكرة في اون سيتي بخيفي، سوا تشكري في دار في سونت فيل. المعيشة صراحة المعيشة في ستات إلي موديغي، ماشي غالي ما غاليش بزاف ولا رخيصة بزاف، تقدر تعيش. بودجي مينيموم صراحة نقدر نقولك 1300 درهم تقدر تعيش بها في الشهر. الا كريتي مع الدراري كتقاسم، مثلا كتاخذوا ابارتمون كتقسموها بيناتكم، كتجيك واحد 700 درهم لواحد كل واحد الشومبر ديالو، والمعيشه الماكله داكشي راه كيبقى على حسابك انت، واش كتبغي داكشي لوكس ولا كتقدر من السوق. سا ديبون الناس. تبارك الله عليك في السيوي، الحلقه الاولى دازت مزيانه مع محمد امين، كانت حلقه زوينه فين هضرتوا على الباركور ديالكم. الحمد لله. صراحه داكشي يصلح للشباب، سواء اللي ديجا خدوا الباك هذا العام سواء اللي غياخذوا من العام الجاي. سينو نسولك بالسؤال الاخر اللي سولتيني، يعني كيفاش قدرتي تانتيغرا في مدينه جديده اللي هي جديده، كيفاش قدرتي تانتيغرا مع هذا ليكوسيستيم جديد اللي مورا الباك؟ والصراحه المهم اللي ما قلتوش في الحلقه اللي فاتت، انا ولد كازا، نتوني انا ولد كازا. جاتني كلاس بريبا في جديده، عرفت لكم القصه كيفاش. المهم فاش جاتني ومشيت تما في الاول كنت
هن كنتي اكسيتي فهمتيني كلاس بريبا فرحان هادي صافي دخلت بحال هكاك نهار الاول ديالي في الانترنا المهم كما قلتي مدينه جديده ما كنعرف فيها حتى واحد يعني حرفيا حتى واحد ما كنعرف حتى شي واحد واحد كنعرفو ما كاينش حتى في هذيك الكلاس بريبا كامله في الانترنا كامله واحد ما كنعرفوش ما عمر ما قريت مع شي واحد حتى واحد ما كنعرفو يعني انا غريب 100% مازال حتى هذوك اللي جاوا في السيب معايا كانوا شي وحدين كيعرفوا بعضياتهم ولا هادي ما كنتش كنعرف حتى واحد ومن الفوق حطوني مع السبي يعني حطوني مع الدوزيام اني في الانترنا يعني كنت توتالمون انتخي تما والصراحه كما قلت لك المره الاولى كنت فرحان كلاس بريبا هادي ولكن خص نعاود لك الصراحه واحد المعاناه دوزت واحد 10 ايام الاولى حيت صعيب بزاف انك تهز من واحد الوسط اللي كتعرف فيه كل شيء كتعرف فيه بنادم كتخرج الصباح كتسلم على الغارديان كتمشي للمدرسه كتلاقى مع صحابك كدا لواحد العالم اللي ما كتعرف فيه حتى واحد فهمتيني الحاجه الوحيده اللي كنعرف تما هي اللغه باش كيدوي الدارجه حاجه اخرى ما كنعرفهاش يعني كانت صعيبه شويه كنت عشت واحد لا بيريود صعيبه باش نتانتيغرا وكنت كنحاول انني ندير ماكسيموم ديال المعارف فهمتيني كنحاول ماكسيموم ندوي مع ماكسيموم الناس فهمتيني اي واحد كيبان ليا كنقول ليه السلام هذه كنحاول ندوي مع بنادم والحمد لله التقنيه نجحات قدرت انني ندير الصحاب وهذوك الصحاب هما اللي عاونوني باش نتانتيغرا الصراحه حيت كون ما درتهمش بهذيك الطريقه زعما ديال تدخل سنطيحه في بنادم حيت تما عاوتاني ما كاينش اللي عقل عليك فهمتيني تما راه كل واحد كيقرا على راسو كل واحد عنده صحابو يعني الا ما درتيش انت اي فور ما ماشي هما اللي غيجيو عندك خاصك تخدم ديك السنطيحه وتدخل تدخل عند بنادم صافي وبديت كندير بحال هكاك بديت كندير هكاك معارف وملي عاونوني نتانتيغرا عرفوني على صحابهم لعبنا ماتشات اونسومبل كدا صافي كنت انتيغرا بشويه بالنسبه للانترنا الحياه فيها صراحه هي السنتر هذا اللي انا فيه كتعتبر الحمد لله طاح فيه احسن انترنا كاينه في المغرب في الكلاس بريبا يعني كاين مكفس الحمد لله اللي جيت في الانترنا شويه زوينه يعني لا شومبر مزيانين حنا جوج في لا شومبر يعني كاين دي زانترنا اللي فيهم اربعه في لا شومبر يعني تخيل انترنا شومبر وحده فيها اربعه الناس حنا غير جوج ويلا اما يكونوا اربعه راه الحراقيه صافي الحمد لله طحت فيها الانترنا هادي اللي انا ما كنتش عارف الصراحه احسن وحده غير دخلت وعاد عرفتها بالنسبه للماكله ماكله با مال يعني ماشي شي ماكله نقول لك خايبه ماشي شي ماكله اللي زعما المهم ماكله مزيانه يعني دون لي نورم واخا لا كونتيتي شويه ناقصه شويه فهمتيني يعني ضروري خصك تصرف من عندك يعني بلا ما تعوز ما تمشي زيرو درهم واكل زعما لوجي نوغي ما كاينش داكشي يعني ضروري خصك تزيد شويه من عندك دا تشري خبز البيض هادي باش يعني باش ترانفورسي داكشي حيت لا كونتيتي شويه ناقصه وهذا ميساج كثرنا من داكشي هذا ما كافيش صافي اسمح لي واش كاينه لا صال عندكم اسحب راسك في الالمان لا ما كايناش لا صال كاينه في الدرب ديال الكلاس بريب تزيد واحد وقال في السطاج كاين وقال في سيتي يونيفرسيتي كاين بلان لا انا حنا ناس حنا يا اخي تزيد واحد 10 دقائق على رجليك عاد كتطلع الصال ديال نو سمح لي ولكن هادشي اللي قلتي وقال كتشارك معايا نفس الراي اليوم اللي كتعيش بوحدك مدينه جديده كتكون عندك واحد الاكسبيريونس اللي ما تقدرش تعيشها وما عمرك ما تعيشها سوقو ملي كتكون في الباك كتكون مع والديك كتكون واكل شارب مغطي ناعس ما تحتاجش طيب ما تحتاجش ملي كتمشي مدينه جديده سي فغي الايام الاولين كتجيك شويه صعيبه ديبريسيون ما كتبغي والديك كترجع ليهم شحال كنتي كترجع من مره في السيمانه في الدار كنرجع كل ويكند بحالي حتى انا كل ويكند كنرجع مي ابخي كتولف تقدر تبقى في المدينه انا نقول لك في رمضان هو اللي وليت كنمشي بزاف كنرجع للدار بزاف اما في ايام اخرين نقدر كنمشي مره في 15 يوم مي سي اون اكسبيريونس اللي هي واعره اللي كنصح اي واحد يجرب
صراحة حيت الا ما عشتيهاش في هاد لابيريود من بعد تقدر هاد الصعوبة اللي ما عشتيهاش دابا باش من بعد حيت غتعيشها اللهم تعيشها دابا فين انت باقي الله كتقرا وهادي، ولا تكون كبير بخدمتك وبداكشي ديالك بدا تعيشها وتأثر لك هادشي على خدمتك ولا شي حاجة، يعني من الأحسن تعيشها لو بلو طو بوسيبل باش تطرق هاد المسمار. وصراحة المهم كما كنت كنقول هاد القضية ديال لابيريود كيفاش كدوز صعيبة، لدرجة انني كنت كنضطر بعض المرات انني نمشي مثلا الا مشيت صليت مثلا في الجامع كنبقى جالس في الجامع ما كنقدرش ندخل البريبا تيرما ما كنعرف حتى واحد، فهمتي كنقول غندخل البريبا عاوتاني ما كنعرف حتى واحد، غادي ندخل لا شومبر ما بقى كندير والو، هادي كنبقى جالس في الجامع بحال هكا حتى كيقربوا يسدوا عاد كنخرج، تيرما كانت صعيبة هاد القضية هادي، ولكن الحمد لله ربي كي يعني ربي كييسر والحمد لله انا دابا تانتيغريت، وبالعكس دابا بالعكس انا زعما بحال تما بحال هنايا لهي عندي الناس اللي كنعرف، انا عندي الناس اللي كنعرفهم ولات بحال مدينتي الثانيه هذيك الحمد لله. غير كدوز واحد الوقيته صافي راه كتولي بحال ولد المدينه، اكزاكتوم ما كتبقاش كتيلف بين كازا والمدينه اللي مشيتي ليها. بصح ندوزو السؤال الثاني ياك سير. كنعرفو بلي كلاس بريبا كتختلف الصعوبه ديالها من حساب قسمو فيليير ام بي اس فيليير، المهم فيليير كتختلف درجه الصعوبه من فيليير اخرى، مثلا ام بي اس اي كتعتبر صعب من بي سي اس اي صعب من اس سي اس، وكاينه بريبا ايكونوميك ناس الايكونوميك بوحدهم ياك كاين سيتيك وكاين ايكونوميك سميتها او سي او سي تي او سي تي. دابا انت كيفاش كتشوف راسك؟ واش داكشي اللي كتقرا في بريبا صعب سورتو انت كنتي في الباك كنتي سيونس مات، واش لقيتي داكشي ساهل ولا صعيب ولا سورتو بحال وقال سيونس مات سي لا ميم شوز كو ام بي اس اي؟ لا ام بي اس اي ياك هو امين يقول اختلف صعب. دابا غير شرح لينا واش جاتك صعيبه كيفاش جاتك او سي اس اون جينيرال؟ المهم باش نبدا بعدا الاو سي اس، الناس اللي ناويين زعما يديروا او سي اس هي او سي اس بعدا كيدخلوا لها غير لي برونش سيونتيفيك، ديك اس اللي كاينه في الاخر كتعني سيونتيفيك، يعني كيدخلوا غير اللي كانوا سيونس مات ولا بي سي ولا اس في تي، و او سي تي ديك تي في الاخر كتعني تكنيك ايكونومي كوميرس تكنيك، هذيك تكنيك يعني الناس اللي كانوا ايكونومي في الباك. بون بالنسبه للاو سي اس الحاجه اللي كي زعما الحاجه اهم حاجه كاينه في او سي اس هو الماط كوفيسيون 10. المهم بالنسبه للبروغرام ديال الكلاس بريبار بحال ليسي، يعني كتقرا مواد كاملين دقه واحده، ومن بعد كل تقريبا شهر ولا هادي عندك سيمانه ديال لي دي اس بحال ليسي. ونيت تاع الكلاس بريبار تابعين لوزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم و سميتو لو ان سي جي، وهادو تابعين لوزاره التعليم العالي والتكوين المهني ياك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره التعليم البحث العلمي والابتكار ما كاينش شي بعد. المهم واحد الوزاره طويله مسطره تما هذيك هي اللي مكلفه بلو ان سي جي وداكشي. المهم البروغرام في كلاس بريبا صراحة جاني بالنسبة للماط، الماط بحال ديال بي سي ولكن في بعض المرات مثلا يقدر مثلا شي دروس بعض المرات اللي كنتبازاو عليهم حنا بزاف مثلا بخوبا لالجيبر لينيير وداكشي كيكونوا زايدين شوية لا دوز، ولكن لاناليز وداكشي بحال بي سي تقريبا، وهذيك هي أهم مادة فهمتيني، أهم مادة اللي كنتي كتخدمها مزيان حيت كوفيسيون 10 تخيل معايا أكثر من الباك سيونس مات، باك سيونس مات كوفيسيون 9 كلاس بريبا او سي اس كوفيسيون 10، يعني هذاك الماده فهمتيني هي اللي كيتبازاو عليها بزاف. يعني معنا بعد دي زيكزامبل مثلا في القسم اللي كتلقى مثلا كيخدم الماط مزيان كيجيب ديك 17 ديالو في الماط، والمواد الاخرين ما كي يعني كيجيب ديك 11 12 فهمتيني يلا مقاتل وكيجيب مزيان في النتيجه، يعني فهمتيني يعني الماط هو اللي كي زعما اللي كيدير لا ديفيرونس. بالنسبه للمواد الاخرين كاين ليكونومي، كاين ايكونومي اي دغوا ماده وحده هذه ايكونومي اي دغوا كوفيسيون جوج، ماناجمنت كوفيسيون جوج، ماناجمنت اي سيونس دو جيستيون مجموعين تاعهم كوفيسيون جوج، جيوبوليتيك
كوفيسيون 6 اللي هي زعما لا ديفيرونس بيننا وبين اس سي تي. حنا عندنا الجيو بوليتيك كنتبازاو عليها بزاف. عندنا فرونسي فرونسي كوفيسيون 6 تا هو. لونجلي كوفيسيون 3. كولتور جينيرال اي ترادكسيون ريال. كولتور جينيرال اي ترادكسيون عرب كوفيسيون ما عرفتش واش جوج ولا ما قالش. المهم وكاين عاوتاني شنو كاين صافي قال قلت كلشي صافي. نو من المواد اللي عندنا شحال كتقراو من ساعة في اليوم؟ كنقراو على حساب دابا الاغلبيه كنقراو من 8 12 و 6 اغلبيه. من غير نهار الجمعه كنقراو من 8 ل 12 ونص والسبت حتى هو كنقراو الصباح. كاينين لي كور دي سوار ولا لا؟ لي كور دي سوار كور دي سوار كتخلص عليهم من راسك. الا بغيتي تخلص شي استاذ كدير معاه وكتمشي عندو راسك. ما كاينش كور دي سوار زعما شي بروف بغا ياسوي شي كور مورا تقدر تشوف معاه انت تنيغوسي معاه وتشوف. ولكن الاغلبيه كاينين دي بروف اللي تما في الجديده كتتصل بهم وكت دراري عندكم تهضروا على ليكول. ليكول ليكول ماشي ليكول مدرسه ليكول سي او ال ال او اس. دابا ليكول في الكلاس بريبا كاين هذا البروغرام هذا ديال من مورا تقريبا كل سيمانه عندك جوج ديال ليكول. حنا بالنسبه لينا حنا في اس اس هكا هاد ليكول هادو كيفاش كيداروا على حساب مثلا كيشوفوك واش ديما اجور فهمتيني. يعني كل درس درتيه تقريبا في كل ماده كيكون عندك كول ديالو. يعني كيسولك في هذاك الدرس عندك تمرين سي نوتي صافي جاوبتي راه كتجيب نقطه مزيانه ما جاوبتيش كتجيب نقطه خايبه. ويقدر مثلا البروف الا جبتي خايب في شي كول يكونبونسي بشي كول جبتي فيها مزيان حيت كيكونوا بزاف ديال ليكول في التريمستر يقدر بحال هكا يكونبونسي. ندوز سؤال ثالث. نوتا كتقراو سي اس عارف طبيعة الحال عارف شنو هما لي زيكول اللي تابعينك مورا اس اس مورا بريبا ادوينا على شنو هما لي ماتيار اللي كيدوزو في الكونكور ياك وابخي انت بيرسونيل شنو باغي دير شنو هي ليكول اللي بغيتي دير واش انت فيزي لي زيكول فرونسيز ولا غير ليميتي على لي زيكول ماروكان اللي هما لي سي جي او بيسكا او بغيناك تهضر لينا على هادشي. المهم بالنسبه للكلاس بريبا انا دايرهم باش يعني باش نكمل في لابرونش ديال ليكونومي فهمتيني. يعني بالنسبه لي انا يعني ماشي كنفضل شي مدرسه على اخرى بيان سور اللي كلشي كيبغي لي سكا او احسن من لو ان سي جي وهادي. ولكن يعني حتى لما جبتش لي سكا او بالنسبه لي زعما ماشي هذاك هو الهدف اولتيم ديالي كما دويتي انت قبيله على السيلف ليرنين ولا السيلف ايديوكيشن هي اللي صراحه انا كنركز عليها حاليا. دابا انا كنتعلم دي سكيل اسكيل واحده ماشي دي سكيل كنتعلم واحد السكيل دابا. المهم وباغي نفوكسي على انفيستي في راسي وداكشي كامل. دونك بالنسبه لي اي ايكول جبتها من بعد مزيانه يعني الحمد لله. لي كلاس بريبا يعني كيعطيوك لاكسي مثلا لي سكاو لو سي جي ديال 16 كيكونوا فافوري شويه كيقدروا يجيبوا هذوك لي زيكول شويه مزيانين. يعني بيان سور شي كلاسمون مزيان والحمد لله داكشي زعما ماشي شي صعوبه اكسترا اوردينير ما تقدرش تجيب لي زيكول مزيانين الحمد لله. بالنسبه لي زيكول كاين لو ان سي جي لو ريزو ديال لو ان سي جي كامل عندك لاكسي ليه من بعد الكونكور ديال ناسيونال ديال لي كلاس بريبا اللي هو الكناين كونكور ناسيونال دادميسيون او زيكول دو ماناجمنت. يعني فاش كدوزو كيكون واحد الكلاسمون وداك الكلاسمون هو اللي كيحدد نتايا فين اشمن دوشي قبيله على سميتو غيافيكتاسيون. كتكون عندنا حتى حنا على حساب الكلاسمون ديالك على حساب اشمن مدينه غتجي. وبالنسبه لسكاو عندها كونكور ديالها الراسه يعني ما عندهاش علاقه بالكنايم كدوز الكونكور ديال راسك كتخلصو كدوزو. بالنسبه للمواد كانوا كيدو دابا نورمالمون العوام اللي فاتوا كيدوزو في الماط. بالنسبه للاس اي اس كيدوزو الماط كولتور جينيرال لونغلي صافي هاد ثلاثه المواد. الا هذا في ليكري الا دوزتي نجحتي فيهم في ليكري كدوز نيشان لوغال. لوغال كيسولوك على راسك كدا
شنو باغي دير، علاش باغي تدخل ليسك كذا، المهم راك عارف. ولكن العام اللي فات كانوا زادوهم مثلا الماناجمنت، زادوهم جيوبوليتيك، يعني سي با ستابل، ماشي زعما ماشي كيعطيوك واحد المواد اللي غدوز ديما، يعني يقدروا يفاجئوك شي مره، يعني خصك تكون مراجع كل شيء وكيدوز من مورا الكنايم هاد الكونكور، يعني كتكون ديجا موجد الكنايم كتدخل كدوز نيشان ليسك صافي. وبالنسبه للكنايم كندوزو فيه كاع المواد اللي كنقراو حنايا، دوك المواد اللي قلت قبيله كاملين هما اللي كندوزو. الله يبارك فيك. غير بعدا لي بريكول، واش هضرتو على ليزيكول فرونسيز وليزيكول الاخر غير ليزيكول المغرب؟ هي ليزيكول فرونسيز كاين مثلا اللي كيدير لي كلاس بريبا باش يدخل ليزيكول فرونسيز، هذاك حق المشروع ديالو، تبارك الله عليه، الله يسهل عليه، واخا انا صراحه ما عجبنيش هذا الشغل، ولكن اللي باغي يدير الله يسهل عليه كيدوز لي كونكور فرونسي وكيتقبل في ليزيكول فرونسيز. صراحه ما كنقلبش بزاف في هذا الموضوع. ليزيكول فرونسيز كاينه اش او سي، ياك رخديسي قول لي ليزيكول فرونسيز كاينين؟ كاينه اش او سي، ليسيك، غرونوبل، كاينه نيوما اللي بقيت عاقل، كاينه جو بونس كيد جو شي حاجه بحال هكاك. المهم كاين واحد ليزيكول اش او سي كمان كتخلص عليها، غالي بزاف اش او سي، غير هما لا فورماسيون تما كتكون فورماسيون تبارك الله داكشي كيكون ناضي. بالنسبه للناس اللي مستعدين انهم يخلصوا دوك الاموال الطائله باش يقراو في دوك ليزيكول، غير خصهم يضمنوا زعما راه كاين واحد لو روتور سيغ انفستيسمون من بعد، بحال كتنفستي واحد الفلوس ولا ما كتشربش الفلوس من بعد، راه سي با انتيليجون تحط فلوس. استثمار ضائع. عاوتاني كاع ليزيكول دو كوميرس اللي كاينين في فرنسا دابا، ما لا فورماسيون ما بقاتش، اني با توجور رونومي، ما بقاتش ديك كانت اشوستي شحال هادي، نقدر نقول 2005 90 كانت شي حاجه. اما دابا جو بريفير بيرسونيلمون لي زيكول دو كوميرس، البيزنس سكول ديال الامريكان ولا ديال اليو كي، ولا المهم تقرا في ام بي انجلو ساكس، ما تقراش ام بي اللي هو فرانكو، سواء فرنسا سواء بلجيكا. حيت لا فورماسيون، حيت شنو لو سيستيم فرونسي كيعلمك غير لا تيوري، ماشي بحال البيزنس سكول ديال الامريكان، براتيك و تيوريك في نفس الوقت. و عاوتاني لو سيستيم ديال البيزنس الامريكان راه سي با لو ميم كو فرنسا، الا شتي النومبر ديال لي ستارت اب اللي كيتكريو في امريكان كل نهار، راه بزاف، راه تقريبا ما عنديش دي ستاتستيك بريسي، مي راه امريكان صراحه ست ايكو سيستيم مزيان للستارت اب والبيزنس. المهم انا كنت نقرا في امريكان ولا في ام بي اونجلو ساكسون، كندا امريكان، يو كي تاعي على فرنسا، حيت فرنسا ما دخلش ليا، ماشي ما دخلش، مي لا فورماسيون بحال قلتي اركايك، قديمه شويه، ما عجبتني باركايك. عاوتاني كاينه حاجه بلان، كاينه حاجه اخرى، اسمح لي، كاينه حاجه اخرى في لونسي ستاتش. بزاف الناس كيقولوا علاش لونسي ستاتش راه لو بول ديكسيلونس، لو بول ديكسيلونس حيت لونسي ستات دايره دي كوبيراسيون دي بارتناريا مع دي زونيفرسيتي و دي زيكول كوميرس في كاع لي بي، ولكن اكثريه في فرنسا. تقريبا 500 واحد كل عام كيمشي، لا 400 واحد كل عام من لون سي جي كيمشي لشي ايكول اللي دايره بارتناريا مع لون سي جي، وكيقرا كياخد الدبلوم ديال لون سي جي وكيمشي يقرا في هذيك ليكول وكياخد الدبلوم ديالها. ومن لي زيكول اللي كاينين في اللي دايرين بارتناريا مع لون سي جي اللي هي كاتش بيزنس سكول، اللي خصك دوز كلاس بريبا باش دوز لا كونكور باش تمشي لها. في لون سي جي كاين هاد لا بوسيبيليتي انك تمشي لكاج، سوا لو سيستيم دو موبيليتي و ديشونج كيبدا ملي كتسالي دوزيام اني، عندك الحق موبيليتي تقدر تمشي تقرا على برا وتاخد ديبلوم ديال لون سي جي، تاخد ديبلوم ديال المدرسة اللي مشي اللي بغيتي تقرا فيها على برا. نصيحة بالنسبة للناس اللي باغيين يستثمروا فلوسهم في الفورماسيون، مثلا اون ايكول فرونسيز من بعد، في سواء مثلا اش او سي ولا اي ايكول، انا كتجيني من الاحسن ديك الفلوس اللي غادي تستثمرهم في ديك لا فورماسيون في ديك ليكول، يحطهم الواحد في كوم اوتو فورماسيون باش يشري دي سيرتيفيكاسيون، يخلص ديك سيرتيفيكاسيون مع لو كو ديال لونترينمون، وحتى لي سيرتيفيكاسيون اللي كيكونوا ريكونو، بحال كاين بزاف ديال سيرتيفيكاسيون على حسب الدومين، وهاد كيعاونوا بزاف الواحد في السي في ديالو باش يكون
يكون بلو ان بروفيل كومبيتيتيف. عاوتاني لا فورماسيون باش مثلا اش سي شحال دايره كاع دايره العام مثلا واحد 40 35 الف دولار راه سي با غارونتي بلي ملي غتكمل هذيك لا فورماسيون ديالك من بعد 3 سنين في اش سي راه انك غتلقى خدمه ولا انك غتشري ولا غتبدا شي شركه فهمتي سي با غارونتي تقدر تحط 30 مليون ايكول ولكن ما مضمونش لك بلي راه غتخدم ولا شي حاجه. كيقول لك كاع دابا الناس اللي ناجحين تبارك الله اللي كنشوفهم كيقول لك احسن انفستيسمون تقدر ديرو هو اللي غديرو في راسك. ما تحطش فلوس بزاف باش تقرا. زعما انفستيسمون بعقلو هذاك ماشي انفستيسمون. وكا غومارك سميتو حيت كنتي هضرتي على لي بلاتفورم بحال من غير داكشي ديال القرايه كاين لي بلاتفورم اللي كاينين كاين بحال كورسيرا يوديمي وهما لي بلاتفورم اللي كيكونوا فيهم الكورسز اللي كيبغي. بالنسبه للبي دي اف ديال لا نوفيل ريفورم ديال الريزو ديال لونسي غتبدل ما تبقاش مثل القرايه يقدروا يلقاو البي دي اف وصف في صندوق الوصف. صافي شوف صندوق الوصف غتلقاو البي دي اف صندوق الوصف. المهم كانت هذه هي الهضره تقريبا على با لونسي جي كذا. نتمنى تكونوا استفدتوا الناس اللي بغين يديروا ايكونومي. دابا نخليكم مع الجهه ديال الانجينيوري.